السلام عليكم، صباح الخير. أنا طلال، اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن نيكوتايدز أند ستراكشر أوف ذا دي إن إيه. تمام، طيب هذا الليرنينج أوت كم حقاتنا. راح أتكلم معكم هنا عن الكلام اللي موجود هنا بصيغة، يعني أشوف إنها بريفيرد مور فور أس. والله طيب، عندنا احنا راح نتكلم عن النيكلوتايدز. طيب النيكلوتايدز كونسيست اوف وات؟ كونسيست اوف نيكلوسايد، الخط ما عليكم منه طبعا، اسفين حكم علينا. نيكلوسايدز وفوسفيت جروب. طيب النيكلوسايدز مكونه من ايش؟ مكونه من نيتروجين بيز، الان راح نعرفهم، ومكونه من ايش؟ بنتوز، اللي هو شوجر مولكيول. طيب البنتوز اما تكون دي رايبوز او ايش؟ دي اوكسي دي رايبوز، اللي هو دي ان اي مع الدي ان اي، هذه مع الار ان اي. تمام، طيب النيتروجين بيز هم خمسة، تمام هم خمسة، ثلاثة منهم موجودين في الار ان اي والدي ان اي، اللي هم مين؟ هم السيتوسين والادونين والجوانين. طيب واللي موجودات في الار ان اي أربعة، واللي موجودات في الدي ان اي أربعة، تمام، لكنهم خمسة. في واحد موجود في الدي ان اي لكن مو موجود في الار ان اي، وفي واحد موجود في الار ان اي لكن مو موجود في الدي ان اي. طيب فعندنا السيتوسين والادونين والجوانين كلهم موجودات في الدي ان اي والار ان اي، لكن اليوراسيل موجود في الار ان اي الحاله، والثايامين موجود فين؟ في الدي ان اي. تمام، طيب النيتروجين بيز بنقسمه قسمين، بيورين وبيريمدين. بيورين وبيريمدين، البيورين موجود فيها حاجتين، موجود فيها ادونين وجوانين، والادونين والجوانين موجودات زي ما قلنا فين؟ في الدي ان اي والار ان اي، ادينين وجوانين. طيب البيريمدين في ثلاثه، نحصل فيه ثلاثه نيتروجين بيز، اللي هو سيتوسين يوراسيل وثايمين. السيتوسين نحصله في اثنين، واليوراسيل نحصله في الار ان اي فقط، والثايمين نحصله وين؟ في ال في الدي ان اي. تمام، الان انا راح اتكلمكم هنا، راح كذا بقى لي نقطه واحده واخلص السلايدات، اللي هي وش هي؟ نعرف انهم كومبلمنتري تو ايتش اذر، واحد يكمل الثاني. طيب مين يكمل مين؟ عندنا من هنا اللي من البيورين يكملون الايش؟ البيريمدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من البيريمدين يكملون ايش؟ البيورين، ومن البيورين يكملون البيريمدين. طيب مين يكمل مين؟ عندنا الادونين في الدي ان اي دائما يجي مع الثايمين، ما يتفرقون، لما نجي للتشين حقت الدي ان اي نحصل الثايمين شو اسمه كومبلمنتري للثايمين، الادونين كومبلمنتري للثايمين قدام بعض كذا ما يتفرقون. طيب اول شيء خلينا نتكلم عن الجوانين، الجوانين والسيتوسين مع بعض في الدي ان اي وبالار ان اي بكل مكان كذا مقابلين بعض ما يتفرقون. طيب عندنا سبيشال كيسز اللي هو يوراسيل والثايمين. اليوراسيل الان راح تشوفونه بالصوره عشان خلاص تثبت المعلومه. اليوراسيل يكون انتي بارلل او مو انتي بارلل، يكون اليوراسيل يكون شو اسمه كومبلمنتري للدي ان اي، يعني قدامه مقابله كذا يكملون بعض، يمسكون مع بعض كذا في الـ في الـ في الدبل، هو دبل هيليكال صح؟ دبل، ففي جهه فيها يوراسيل اللي قدامه على طول يكون ايش؟ يكون ادونين. هذا في الـ في الـ في الـ لا في الدي ان اي الثيامين يكون قدامه ادونين على طول. تمام؟ طيب لما نبغى نطلع دي ان اي ار ان اي من الدي ان اي تطلع لي سلسله سنجل لاير، السيتوسين يطلع قدامه على طول جوانين، الادونين يطلع قدامه يوراسيل عشان ننتج ايش؟ دي ان اي جديد. تمام؟ طيب نعرف هذه، عندنا هذه بنتوز شجر. طيب يكون عباره عن اكسجينه هنا وخمس كربونات. طيب نعد من هنا مع عقرب الساعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. بالكربونه الخامسه يرتبط مين؟ يرتبط الفوسفيت جروب. تمام؟ وفي الكربون الثالثة في نهاية السلسلة النيوكليوتايدز أو في نهاية سلسلة النيوكليوتايدز أو الدي إن إيه نحصل في النهاية هنا أو إتش جروب في الكربونة الثالثة، فهذه اللي يسمونها
5 اند و 3 اند تمام. بالكربونة الاولى نحصل نيتروجين بيز. طيب نروح نقرا الكلام، يقولك ان النيكلوتايدز are the building block of the nucleoside of nucleosides DNA deoxy ribonucleic acid وال RNA اللي هو ribonucleic acid تمام. طيب النيكلوتايدز consist of what؟ consist of nucleoside، قالها كذا عن طريق دينار، النيكلوسايد وفوسفيت وفوسفيت جروب، النيكلوسايد وفوسفيت جروب، او نقدر نقول نيتروجين بيز زي ما تشوفون زي ما قلت لكم، وشجر مولكيول وشجر مولكيول وفوسفيت جروب نفسها. يقول لك ان النيكلوتايدز هنا are very important in ايش؟ ان intracellular molecules they are the building block of the DNA وRNA. اتفقنا اتفقنا. طيب the nucleotides also enter in the structure of many coenzymes. ايش يعني؟ يعني they are essential for life and health تمام. طيب النيكلوتايد ستراكشر، الستراكشر حقتها مكون من ثلاث اشياء اساسيه زي ما قلت لكم، النيتروجين بيز تمام، الفوسفيت او بنتوز شوجر والفوسفيت جروب، هذا هو لهم تمام. هذا هي الكربونات 1 2 3 4 5. نجي عند كربونه 5 نحصل بنتوز، عند كربونه الاولى نحصل نيتروجين بيز، ايا كان ادينين كوانين ايا كان تمام. مين اللي قدام الادينين؟ دائما نحصل ثيامين. لو عندنا سايتوسين نحصل قدامه مين؟ جوانين. طيب هذا المكونات الاساسيه، ثلاث اشياء اساسيه في الايش؟ النيكلوتايدز، نيتروجين بيز، بنتوز وفوسفيت جروب. طيب النيتروجين بيز قلنا البيورين زي ما قلنا ادونين وجوانين، والبيراميدين عباره عن سايتوسين وثيامين اند يوراسيل. طيب وهذه هي مره ثانيه عشان تثبت، الكربونه الاولى نحصل فيها النيتروجين بيز، الكربونه الاخيره رقم ثلاثة نحصل فيها او اتش جروب، والكربونه رقم خمسة نحصل فيها بنتوز شوجر. هنا موجوده مره رابعه، ها هذه هي. طيب طيب هنا اشكالهن، البيورين هنا، الادونين وهنا الجوانين تمام، هنا السيتوسين والثيامين واليوراسيل، هذا بيراميدين وهذا ايش؟ يورين. طيب ليش قلت لكم موضوع ال 5 و 3؟ لان تحت مكتوب تمام، فهي شكلها كذا تمام. اللي ورا هذا ايش؟ هذا اللي الشكل هذا اللي يلف هذا، هذا اسمه الباك بون حق الدي ان اي، عباره عن ايش؟ بنتوز شوجر وفوسفيت جروب اند او اتش جروب تمام. طيب هنا يرتبط هنا يجي يرتبط الفوسفيت جروب بالكربونه ايش؟ بالكربونه الخامسه، بعدين يرتبط معاه او جروب، بعدين يرتبط فيه الايش؟ الفوسفيت، بعدين يرتبط، بعدين بالنهايه لما نوصل للنهايه هذا وتمشي معاه بالنهايه راح يرتبط مع الكربون الخامسه. ليش؟ لانه متجه فوق، فيجي هنا بالنهايه يجي عندي كربونه فيها او اتش جروب اللي هي الكربونه الثالثه. هنا راح يمشي بالعكس بالمقلوب، الان راح اوريكم كيف صورته بالمقلوب، يجي صورته بالمقلوب فيبدا بالكربونه مين؟ الخامسه، وينتهي بالكربونه ايش؟ الثالثه، عكس، فهنا يبدا بالثالثه ينتهي بالخامسه، هنا يبدا بالخامسه ينتهي بالثالثه تمام. طيب لما اقول لك انه كلهم مكملين البعض، ايش تشوف الوان هنا؟ احمر ازرق اصفر اخضر. طيب طيب انا قلت لك الثيامين جاي دائما جاي مع الادونين، فالاحمر دائما جاي مع الاصفر، هم كذا كومبلمنتري لبعض، يكملون بعض، بير اوف ايش؟ اوف نيتروجين بيز. والاخضر دائما مع الازرق، فهنا اخضر ازرق احمر اصفر اخضر، مو ترتيب عشوائي هذا، او الالوان مو عشوائيه، لانه لازم تعرف ان الثيامين دائما قدامه ادونين والسيتوسين قدامه جوانين. عشان تسهلها السي والجي نفس بعض، كلهم كذا نفس الشكل، سي وجي فهم نفس بعض دائما مع بعض. وبالدي ان اي الادونين والثيامين، والله ما ادري ايش اقول لك، طلال سعد ان شاء الله يجيب اي بلس، فهمت؟ ايا كان نربطها باي طريقه عجيب. طيب لما نجي نطلع الار ان اي، نطلع حنا من مكان اسمه التمبليت او ما ادري ايش يسمونه للار ان اي للدي ان اي،
يطلع لي الار ان اي تمام، فهو يكمله، فيجي بدال دائما يجي بدال الثيامين يجي ايش يوراسيل، بس هذا الفرق تمام. الان راح نجيكم بالكلام. طيب هنا النيتروجين بيز زي ما قلت لكم البيراميدين في ثلاث اشياء، سايتوسين ويوراسيل وثيامين. السايتوسين نلقاه في بوث مين الدي ان اي والار ان اي. طيب اليوراسيل نلقاه في الار ان اي اونلي، الثيامين نلقاه في الدي ان اي اونلي، وبس هذا الكلام اللي قلت لكم فوق. وش اقدر احصل في البيورين؟ نحصل فيه ادونين وايش وجوانين. الادونين نحصله في الدي ان اي والار ان اي، والجوانين نحصله في بوث شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد في بوث الدي ان اي والار ان اي تمام. طيب هنا يقول لك البايو ميديكال امبورتنسي. طيب هو البايو ميديكال امبورتنس اوف ذا ايش اوف ذا نيكلوتايدز، النيكليك اسيد ار ريكويست فور ذا سترونج اند اكسبريشن اوف ايش جينيتيك انفورميشن. هو عشان يعطي عشان كذا نشوف شكلك كيف جاي، او الدي ان اي حقك يطلع لنا انك انت كذا طويل قصير ابيض اسمر اخضر شو اسمه شكلك الحلو، شكلكم الحلو ايه شكلكم الحلو. طيب والبيزك انفورميشن باث واي اللي هو راح يتكلم لكم عن هذه ايش عباره عن الدي ان اي يطلع منه ار ان اي، الدي ان اي يطلع منه ار ان اي تحت راح نعرف يصير ريبليكيشن تمام، ويطلع منه بعد الريبليكيشن يسوي ايش ترانسكريبشن يطلع ار ان اي، الار ان اي بعدين يسوي ترانزليشن وينتج لي ايش بروتين. امين. الان راح نشوف كل شيء. طيب فيقول لك ان البيزك انفورميشن باث واي ذات از او يسمونها دوغما او شيء زي كذا، دوغما السنترال دوغما او الفلو او الفلو اوف انفورميشن يسمونه زي كذا. يقول لك ان الدي ان اي which directs the synthesis of ايش ار ان اي which in turn both direct and regulate البروتين synthesis، ان الدي ان اي يطلع لي ار ان اي والار ان اي يطلع لي بروتين. طيب عندنا الشباب هذولي ماتوا اكيد، ها واحد اسمه واستن واحد اسمه كريك. والله كريك وواستن يقولوا لك ان هم اللي اخترعوا او هم اللي قالوا شباب الدي ان اي عباره عن دبل هيلكس، بس هم اللي قالوا الكلام هذا. فيقول لك 1953 واستن اند كريك proposed a structure of the DNA in the form of double helix. طيب هذا هو شكله، واحد جاي كذا واحد جاي كذا، عشان هم عشان كذا يقول لك انهم anti-parallel عشان كذا يسمونه anti-parallel double helix، عشان كذا لان واحد جاي كذا واحد جاي كذا، واحد يبدا من الكربون الخامسه ينتهي بالثالثه، واحد من تحت لفوق، والثاني يبدا من الخامسه للثالثه من فوق لتحت تمام. هذا شكله هو ستريت يعني، وهذا شكله هو ملفوف يعني كذا. طيب هل في هنا اضافات اضفت؟ حلو. الان راح نجيكم كيف هذا انتي بارلل جايين كذا 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 كذا، وهذا عكسه كذا 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 كذا. هذا يبدأ بالكربون الخامسة ينتهي بالثالثة، هذا يبدأ بالثالثة ينتهي بالخامسة، أو من تحت يبدأ بالخامسة ينتهي بالثالثة تمام. طيب يقول لك إنه دبل ستراند، عارفين كل المعلومة كل الشباب عارفين بوليمر أوف إيش ديوكسي نيكليك نيكلوتايدز. طيب ويقول لك هنا إن اللي اكتشفوا هذا خلاص هم واسترن وكريك. يقول لك the biological most common form of DNA is first noted، من اللي لاحظه والله واسترن and ايش كريك، واسترن and كريك عبارة عن two anti-parallel strand form right hand helix. ما فهمت انا كلمة right hand وهم كرسمينها هنا تمام، بس اوكي
طيب the two strand of DNA paired to each other and coiled around common axis يلفون حول common axis to form a right hand helix. طيب the two strand anti-parallel, that is to say one runs in the direction of 5-3 and the other run in the direction of 3-5. كلهم يمشون عكس بعض، واحد يبدأ 5-3 واحد يبدأ 3-5. تمام. spiral staircase. طيب يقول لك ان شكله شكل حلزوني، بس يقول لك ان double helix of the DNA appears much like a spiral staircase. تمام تمام، هذا هي الانتبرال، يمشون متوازين لكن عكس بعض، واحد يمشي كذا زي ما شفنا بالسام هذا، واحد يمشي كذا واحد يمشي كذا بس. طيب لا ما خلصنا، بقى لنا سلايد هذه. طيب يقول لك ان complementary base pair، بعد هذه خلصناها، يقول لك ان كل واحد يكمل الثاني. The two strand are held together by ايش؟ by the complementary base pairing through a specific hydrogen bond. تمام، يقول لك انهم مرتبطين ببعض زي ما قلنا. الادونين بيرز وذ ذا ثايمين بالدي ان اي، دائما الادونين بيرز وذ ذا ثايمين مع بعض، ما يخلون بعض. طلع سعد ان شاء الله اجيب اي بلس تي اي بلس. طيب ثرو ايش؟ تو هيدروجين بوند، تو هيدروجين بوند، تو تو تي تو تي تو. طلع سعد يجيب اي بلس اكيد ان شاء الله. طيب فثرو ذا تو هيدروجين بوند اند اللي يشبههم بعض اللي هو السي والجي، الجوانين بيرز وذ ذا سيتوسين ثرو ايش؟ 3 هيدروجين بوند، والله ما لقيت لها عاد هذه. ثرو 2 3 هيدروجين بوند اند ذي ار ذيس ار كولد ايش؟ بيز بيرز. هذا اسمه، هذا السوالف هذه اسمها بيز بير. طيب هنا وريناكم قبل شوي بصور سخيفه كذا عشان تكونون مور بروفيشنال يعني بالصلاه على النبي. هذا يكون ايش؟ بنتوز شوجر. صح عليك صح. هذا ايش؟ برضه بنتوز شوجر. اشكرك. هذا ايش؟ برضو بنتوز شوجر. شكرا جزيلا. طيب لو غطيت لك هذا وقلت لك ان هذا ادونين وهذا يكون سيتوسين، ايش اللي قدامه؟ صح ثايمين، وهذا سيتوسين. صح جوانين، برافو عليك، ممتاز. طيب بالبدايه الكربون الخامسه دائما ايش يكون فيها؟ يكون فيها فوسفيت جروب، نقطه على السطر لين النهاية. النهاية الفاضية اللي ما فيها فوسفيت جروب أو نهاية السلسلة إيش يكون فيه؟ اسمها هنا فوسفيت ديوكسي رايبوز باك بون، عبارة عن إيش؟ عبارة عن بنتوز شجر فوسفيت. طيب النهاية هنا يكون فيه إيش؟ OH جروب. OH جروب هنا، شوفوا هنا، هنا وين الأكسجين؟ فوق. هنا وين الأكسجين؟ تحت. تمام، فنبدأ من هنا 1 2 3 4 5، هنا مع عقارب الساعة، هنا والله ما أدري عاد مع عقارب الساعة برضه. طيب بنتوز بنتوز عقربنا خمسة بنتوز بنتوز بنتوز، النهاية OH group. Thank you very much. Muchas gracias amigos. I hope you I see you next lecture. Bye bye.